السلام عليكم ليكيب، شوفوا معايا المكان شحال. ولي شوفوا النهار ثاني روعه، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. بجدة السعودية. التابعة لمنطقة تبوك شمال غرب المملكة العربية السعودية، تعد ضمن نطاق مشروع مدينة نيوم، وتتميز بجبالها الشامخة ذات المنظر الساحر ونقوشها الأثرية وكتاباتها الإسلامية القديمة. وقال البلوي في حديثه للعربية متنت: الموقع بقرية بجدة بالقرب من نيوم، حيث المناظر الخلابة والتي زادتها الإبل جمالاً لتحكي عظيم صنع الله وخلقه، فهي فرصة للمصورين والهواة لرصد جمال المكان وعبقريته الجاذبة في صور متنوعة وفي فترات متعددة من العام، والتي أصبحت محطة للكثير من السياح. كما تتميز المنطقة بمحمية للحيوانات، منها غزال المها والغزال والضب والعديد من الحيوانات. والآن دعونا نرجع لبداية الرحلة ونتمم من جديد. السلام عليكم فتيخياتي، صباح الخير عليكم. أرانا في تبوك، هذا هو نطنا، ما عندناش بزاف ديال نطنا، راهي 8 تاع الصباح. رانا نوجدوا، وهذا كرفان اللي راح نروحوا فيه ان شاء الله. هذا دوك ان شاء الله نروحوا به بزاف بلايص اللي راح تشوفوهم معنا في الفيديو هذه. كرفان هذا 5 ستار، في كلش مداخل، ومعنا ثاني هذا الطوموبيل بوفيت. وان شاء الله تعيشوا التجربه هذه معنا. وإذا عجبك الفيديو ما تنساش بيان سوي تشترك في القناة إذا ما كنت مشترك، وإذا كنت مشترك شارك الفيديو مع ناس آخرين، ويلا نلتقي بعدين إن شاء الله. ليكيب شرينا شوية أغراض اللي راح نشويه وإن شاء الله بيهم التماء. المهم يلا نتلاقى بالجنة إن شاء الله. طبعاً كنا رايحين الوادي سو، بعدها لقيناه إنه بعيد بزاف، فغيرنا البرنامج ورايحين برك المكان اسمه بجدة. شوف بلاصة بزاف روعة من الآخر، تحس روحك راك في طمن راست. بالصح هي تبوك في السعودية في الحدود تاع الأردن ما شاء الله. المهم دوك نزيدو ندخلو بلاصة واحدة أخرى ونزيدو نشوفو أكثر وأكثر. يلا
بون خوتي، حبيت نقول لكم حاجة، إذا ما راكش مابوني في لاشان ديالي غير دير أبوني باسكو راح يفوتك بزاف حوايج. كيما البلاصة هذه هي اسمها مشروع نيوم، توبوك نيوم، مشروع هدايا دارته الدولة السعودية لهنايا باش يولوا يجوا كيما العولة، كيما درك العولة وجهة عالمية، إن شاء الله يدكفنا الوقت نروحوا ليها، وجهة عالمية تماكم تشوفوا البلاصة هذه راح يخدموها باش تولي فيها منتجعات وفيها بزاف أمور. وتوبوك هذه جاية في الحدود تاع الأردن اللي فيها بحر تاني، البحر الأحمر، فيها بلايس وين تبان المالديف، ماشي نقول لكم كيما المالديف، وين تبان المالديف بزاف 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 شابة. يتسمى راني نعطيكم كل مرة بلايس شابين، وسعودية دركا راهي سهلت بزاف التأشيرة تاعها، راهي سهلة تأشيرة سياحية طولك فيها سنة، مدة 3 أشهر عندك الحق تقعد 3 أشهر، وفي السنة هذيك تقدر زي ما نقوله تروح شهر وتعود ترجع، من بعدك على 4 شهور ولا تروح شهر تاني تعود ترجع، يعني متقطعة عادي جدا، دخلة وخرجة، يعني مشي خرجة واحد مشي دخلة واحدة، يعني متعددة، ملتي صورتي، وتقدر تدخل وتخرج شحال من مرة. وأمام طنطاني سعودية بزاف بزاف شابة، كاين بزاف بلايس ما نعرفوهمش، حنا نعرفو غير مدينة ومكة، هذا مكان ما نعرفوش بزاف بلايس، أبها، الأحساء، توبوك، القاسم، بزاف بزاف بلايس ما نعرفوهمش، فإن شاء الله راح تكتشفوهم معايا. كل مرة أنا نعطيكم بلاصة، حائل درت لكم فيديو في حائل، درت لكم فيديو كل مرة وندير لكم فيديو، المرة هذه رانا في توبوك، رانا معلي فيديو هادوما، والجايين إن شاء الله أحسن وأجمل، وكل مرة نكتشفوا منطقة جديدة إن شاء الله. صباح الخير يا أوجه الخير، بارح كنا في الصحراء واليوم بعد ما تكمل العوبة تاعك وري لك حاجة شابة بزاف الكرفان. لنا تحب دروجي وهذا يا جميل شفتو. شوفوا معايا هذه ما شاء الله ما شاء الله، يلا ندخلوا لداخل، ما لباليش قاع واش كاين لداخل، راني غير زار. وهذا المكان ما شاء الله، شوفوا الشجر على السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.